يا زفته. انت واقفه عندك هنا بتعملي ايه؟ هي مين دي اللي زفته؟ انت زفته وستين زفته كمان. من فضلك ما تتكلميش معايا بالطريقه دي. انا لولا ان انا متربيه كنت وريتك شغلك. متربيه؟ وهو انت لو متربيه ايه اللي هيوقفك هنا؟ وبعدين انت اصلا لو متربيه لي طلعي كوده سيدك. سيدي مين؟ احترمي نفسك بقولك. ايه ده؟ بس ايه زعيد على الصبح؟ في ايه؟ مفيش حاجه. تعالي هنا. انا مش هسيبك تمشي غير لما تقولي انت كنت واقفه هنا بتعملي ايه. ممكن تفهموني في ايه؟ الزفته دي كانت واقفه قدام باب اوضتك. ما تطوليش لسانك بقولك. اسكتي يا عروه. بس كنت بتعملي ايه يا ليلى؟ ولا حاجه. انا كنت جايه اشوفك صحيت ولا لا عشان احضر لك الفطار زي ما استاذ راجي قال لي. يا حرام، تحضري له الفطار ليه؟ هو انت شغاله هنا؟ انا مش شغاله ومش هستحمل منك كلمه تانية. وريني هتعملي ايه. ما توريني. تعالى هنا. انت في ايه بينك وبين البنت دي جرأها انها تطلع اوضتك؟ ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ هو اي كلام بيتقال؟ البنت دي محترمه جدا ومفيش ما بيني وما بينها اي حاجه. هو انت ازاي بتتكلم عادي كده كانها واحده زينا؟ هو انت مش شايف الفرق اللي بينا؟ بقول لك ايه؟ مش ناقص استفزاز على الصبح. طب اثبت لي ان اللي في دماغي ده مش صح. اثبت لك ازاي يعني؟ ما اعرفش ازاي. شوف انت ازاي. لا انا مش في المود خالص دلوقتي. انا هغير لك المود. ايه يا بنتي ده؟ وانت ما بتحسيش؟ اخويا سايب البيت وامي تعبانه وحالتها زي الزفت وعايزه تغيري لي المود. يا حبيبي شور انا حاسه بيك، بس برضو يعني انت وحشتني قوي يا موري. خلاص بقى. طب هتروح الجامعه؟ لا خلاص، انا كمان مش هروح الجامعه وهفضل قاعده معاك. وانا افتكرت كلاس مهم دلوقتي ولازم اروح الجامعه. رايحه فين؟ استنيني بره في الليفنج لحد ما اغير هدوم. ايوه مامي، مش هتصدقي اللي حصل. What happened ليلى؟ والنعمة لو كنت معاكي كنت جبتها من شعرها. أنا اللي غلطت يا نهد، ما كانش ينفع أعمل اللي عملته ده. بس الحاسس في نفسيتي أكتر إني اتفضحت قدام مروان. فيها إيه يعني لما يعرف إنك بتحبيه؟ بعدين ليه بتقولي اتقفشتي؟ دي أروى هي اللي اتقفشت. على الأقل أنتِ طبيعي تكوني موجودة هناك بسبب ظروف البيت بتساعدي فيه. هي بقى بتعمل إيه في غياب أهل البيت؟ أنا مش هعتب هناك تاني. يا عبيطة، أروى دي بتعاملك وحش إن هي عارفة إن مروان واخد باله منك. تقومي أنتِ سايبة الملعب وتعتزلي؟ أنا ولا عايزة ألعب مع حد ولا أنافس حد. أنا بفكر أسيب الشغل عند نانسي وأشوف شغل الشركة اللي أحمد زميلي جايبه. والنعمة ما هيحصل. أنت هتروحي وتشتغلي كمان وتطلعي سنة كمان لو حابة. أنت مش عاملة عاملة يا ليلى. وأنا اللي كنت فاكراكي أجمد من كده؟ مش هقدر أرجع هناك تاني. أنت ما شفتيش أنا اتهنت إزاي من اللي اسمها أروى دي؟ طب أنا عندي فكرة. اقعدي لي كام يوم في البيت ولما نانسي ترن عليكي ما ترديش عليها. يوم في التاني بعدين بيردي وقولي لها انا مش هرجع الا لما اروى تعتزلي، وان ما اعتذرتش خليهم بقى يخبطوا راسهم في الحيط ويقابلوني لو لقوا حد زيك. طب وخالته؟ هقول لها ازاي اني مش هروح تاني عند نانسي؟ هتحجج بايه يعني؟ هي كانت تقولي اي حاجه لماما دلوقتي. ممكن تبقي تنزلي معانا كانك رايحه وبعدين بيخلعي. هي ليلى فين؟ حبيبه قلبي لولا جت معايا لغايه باب الفيلا هنا. بس اول ما وصلنا وقفت وقعدت تصح عياط وما رضتش حتى تدخل معايا. مالك يا ليلى؟ في ايه يا ليلى؟ انها تقول لي؟ ما قالتش، سبتها واديها زمانها دلوقتي على اول الشارع ماشيه لوحدها. حبيبتي يا شنات. شكرا. عفو. ايه
ليلى ليلى ازيك يا ليلى؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ حضرتك؟ انت رايحة فين؟ انا رايحة الكلية. طب اركبي اوصلك. لا لا ما تتعبش نفسك، انا هاخد تاكسي من على اول الشارع. ليلى بليز اركبي، عايز اتكلم معاك شوية. خليها مرة تانية. ما تركبي يا ليلى. ممكن تنزلي؟ طيب طب تعالي بصي اركبي بجنبي كده.